ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عائلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة اصابة سندريلا غزل، وازاي كمان امنية القوة كانت السبب، وسبب الخناقة هو ايه. كمان هنشوف أمنية القوة عملت ايه في امتحاناتها، وغزل ازاي فتنت عليها. يا ترى ايه الحكاية؟ بجد هتتصدموا. وهنشوف الأميرة فيروز هتمتحن امتى، وهجوم غريب من الفانز على كليب الكريسماس الجديد، وده مش عيد المسلمين. حقيقة نقد المتابعين لغزل وصوتها، وصوت فيروز احلى منك. واخيرا احلى واجدد تيك توك للعيلة، هيعجبكوا قوي. اليوم حلو جدا وكل معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوني النهايه لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بالاميره فيروز. واليوم مستر احمد فاجئنا بكليب جديد الكريسماس للاميره فيروز. الكليب كان عن الكريسماس واعياد الكريسماس، كمان سنه سعيده كلها فرحه من القلب. في البداية نحب نقول لمستر أحمد وكل عيلة الجمل كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة السنة الجديدة، وما ننساش طبعا أجمل فانز، فانز برنس مصر. ويا رب تكون سنة خير وسعادة علينا وعليكم وعلى كل الفانز. بجد الكليب كان حلو قوي وكله طاقة إيجابية. الحقيقة كمان انه عجب فانز كتير وحبوه جدا، لكن جت تعليقات سلبية كتير وهجوم على الأغنية ومستر أحمد. وازاي مستر احمد تعمل كليب للكريسماس وتحتفل بيه وهو اصلا مش عيد المسلمين؟ كمان نقدوا الكليب عشان الظروف اللي بيمر بيها اخواتنا دلوقتي، فاكيد طبعا بنحترم جدا رايكم. لكن يا جماعه مش معنى انهم بيعملوا اغنيه للكريسماس يبقى هم بيامنوا بالعيد ده، بس احمد حب يفرح فيروز بدخول السنه الجديده. اكيد كلنا بنشوف في المولات وكل حته طقوس الاحتفال بالكريسماس، فده يا جماعه مش مقياس ابدا انهم يامنوا بالعيد ده. عارفين طبعا انه عيد اخواتنا المسيحيين، وكل سنه وهم طيبين وعيد سعيد عليكم. الو بقى لكايته كلها، وهي بيبي اصاله كانت جميله قوي في الكليب، واكيد فانز كتير اتلخبطوا ما بين حياه وكوكي بنت برنسو. ومن الواضح كده مستر احمد بقى بيصور الكليبات مع مكه وكمان صالح ولاد برنسو. ودلوقتي تعالوا نروح للهجوم اللي حصل على سندريلا غزل وصوتها، وصوت فيروز احلى منك. وده يا جماعه اللي فاجئنا من كل الفانز، قالوا ان فيروز صوتها احلى من غزل بعد الكليب الاخير انا عناديه. واحنا مش معاهم خالص، صوت غزل كان جميل جدا ورقيق مع أمنية القوة. ودلوقتي تعالوا نشوف مقطع صغير لأمنية القوة في الطيارة مع برنسو من رحلة دبي الأخيرة. مجنونة مجنونة لو حضرت عندي الجنونة. وبما اننا بنتكلم عن سندريلا غزل، تعالوا نشوف حقيقه اصابتها في التصوير ومين اللي كان السبب. والحقيقه اتفاجئنا النهارده باصابه سندريلا غزل في التصوير، والسبب كانت امنيه القوه. برنسو قال انهم كانوا بيتخانقوا مع بعض على المايك في التصوير، وبعد كده شدته غزل جامد فتعورت في دقنها. السلام عليك يا حبيبتي. طبعا يا جماعه هما كانوا بيلعبوا مع بعض، امنيه كانت بتدافع عن نفسها وقالت انها ما عملت لهاش حاجه، وهما كانوا بيلعبوا مش بيتخانقوا. انا عملت معاكي حاجه؟ ايه هزار هزار؟ لا والله هي بتقول لا خلاص. غزل يا حرام عيطت جامد وزعلتنا عليها قوي، الف سلامه عليك يا غزوله وما تعيطيش. وطبعا يا جماعه كل ده كان هزار، لكن لو تاخدوا بالكم غزل كانت عماله ترخم على امنيه القوه في بدايه الفيديو وتشدها من شعرها. غزل قدامك قد ايه؟ عيبه عيبه دي حبيبتي. غزل قدامك قد ايه؟ الفيديو دوت مفيش منتجه ليك. ايه ايه ايه؟ وزي ما شفتوا هما طول التصوير كده بيلعبوا مع بعض وكمان بيتخانقوا، لكن مفيش حاجه خالص وهم اخوات واصحاب. عاوزين كل فانز برنس مصر يقول لسندريلا غزل الف سلامه عليكي. ودلوقتي تعالوا نعرف الاميره فيروز خلصت امتحانات ولا لسه. الحقيقه يا جماعه روزا لسه ما امتحنتش، والمفروض ان امتحاناتها هتكون اونلاين. لسه ما امتحنتيش؟ طبعا كلكم كنتوا بتسالوا عن امتحانات امنيه القوه، ويا ترى عملت ايه فيها. والحقيقه هي سالتها عملتي ايه في امتحان النهارده، وكانت الماده هي فرنش.
غزل فتنت عليها وقالت انها نقصت 4 مارك في الفرنش، وامنيه كمان بررت انها ما بتروحش كتير المدرسه وانها خلصت المنهج كله في حصتين. طبعا السبب زي ما قلنا لكم انها كانت مش موجوده في المدرسه لفتره طويله. وميس الدرس قالت لها المهم انها تجيب بس درجه النجاح في الماده دي. ايوه عملت ايه في الامتحان النهارده امنيه؟ صح قافل كام فؤاد؟ ربنا ينجح كل بنات العيلة وينجح كل اصحابنا الفانز اللي بيمتحنوا دلوقتي، قولوا امين يا رب. مين فيكم بيمتحن دلوقتي ومين خلص؟ المهم انهم في نهاية الفلوج راحوا المنتزه يلعبوا بالعجل زي ما تعودوا، ومستر احمد قال هنا سر خطير محدش يقول لفيروز وحياة انه راح من وراهم. طبعا يا جماعة هما بياخدوا مستر احمد معاهم عشان ما يعرفوش الطريق، وهو ما شاء الله عليه حافظ المنتزه حتة حتة وما بيخليهمش يتوهوا. احلى مستر احمد في الدنيا والله. تعالى دلوقتي واخيرا نشوف احلى واجدد تيك توك للعيله، هيعجبكم جدا. عندي شكه هنا بتخليني اعمل شك شك. لا 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 حاسس اني وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو قلنا امنيه القوه نقصت كام درجه في الفرنش؟ شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقه. وهنا وصلنا للنهايه، ما تنسوناش في لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.